الاي او اس او يعني الايفون اصحاب تشغيل نظام اي او اس، كذلك للويندوز حمله للموبايل من جوجل بلاي او الاب ستور او للويندوز من هنا، ونفس طريقه العمل بطبيعه الحال ستكون لنفس انظمه التشغيل، ثم بعد ذلك تنقل هنا على داونلود وتظهر معك ايقونه تحميل حجم البرنامج 22 ميجا بايت، ثم اوكي ويبدا في التحميل. سياخذ معنا يعني 40 ثانيه 30 ثانيه حتى ينتهي التحميل بكل سهوله، ونعود لكم نشرح خطوات وكيفيه عمل البرنامج. إذا بعد انتهاء تحميل البرنامج نقوم بوضعه دائما وثبت البرامج من سطح المكتب، نأخذه ونضعه على سطح المكتب. برنامج مجاني سليم آمن، ثم دبل كليك عليه بزر الماوس ثم يس أو نعم حسب لغة النظام عندك. ثم طريقة التثبيت جد سهلة، إذا سهل عفوا إذا أردت تغيير مسار تثبيت البرنامج تنقل هنا وتغير مسار تثبيت البرنامج، إذا لم تريد ذلك تتركه كما هو ثم انستول أو تثبيته ويبدأ في تثبيت البرنامج أو انستولين للبرنامج على السيستم. ثم اد ايكون اي اد الديسكتوب ايكون لاضافه ايقونه البرنامج على سطح المكتب. في الكويك لانش او قائمه الاختصارات اذا اردت يعني او البرامج التي تقوم بها اذا اردت اضافتها هنا تضيفه، اذا لم تريد تتركها تزيل الخيار عنها ثم ستار، وبالتالي يظهر معنا البرنامج. يخبرك ماذا تريد ان تفتح اولا، هل الاديتور للتعديل او افكت لعمل المؤثرات او الروتوش، كذلك لعمل الروتوشات على الصور ومجموعه من التغييرات. اذا نفتح الاديتور هو الاول، ثم يقول لك اذهب واختر الصوره التي تريد التعديل عليها، تذهب الى حكمك الذي وضعت في الصوره مثلا هذه في الديسكتوب، ثم اعطيه اي يعني اختيار يقول لك، ثم نكبر البرنامج من هنا. نحن الان عندنا الاديتور، عندنا الافكت، وعندنا الروتوش، هذه هي الادوات الخاصه بالبرنامج. بالنسبه للاديتور عندك هنا بامكانك كما سوف تلاحظ سيتغير شكل الصوره، بامكانك عمل مؤثرات بهذا الشكل تجعل يعني الصوره تغير يعني الالوان ومجموعه من الشيء. بالنسبه كذلك للبيسك بامكانك زياده السطوع الالوان والضوء ومجموعه من الاشياء التي بامكانك التحكم فيها من هنا كما سوف تلاحظ. البرنامج يعطيك يعني اشياء رائعه للتدريب عليها. كذلك هنا بالنسبه للادفانس يعطيك اعدادات متقدمه جدا، بامكانك يعني التحكم حتى في نسبه ظهور الالوان ونسبه سطوع الالوان، اذا اردت ان تجعل كل ما حول يعني الصوره باللون الاحمر او الاخضر او يعني على حسب اللون الذي تريد. ننتقل هذه فقط في اول خيار، في الثاني خيار الذي هو اديتد هنا يعطينا الحجم الذي تريده ان يكون للصوره، هل تريده الفيسبوك تايم لاين، هل تريد يعني تختار هل تريدها للسكرين الخاصه بك، يعني على حسب ما تريده انت او على حسب تريده ان تكون على شكل مربعات، ماذا تريد انت للصوره ان تكون، ثم تعطيه اوكي كذا وسيعطيك الصوره في الحجم الذي تريده والذي تحتاجه. طبيعة الحال عندك الاسهم من هنا التي فيها الاعلى تجد فيها اندو من هنا، بامكانك الرجوع عن الاختيارات التي قمت باختيارها واعاده التعديل عليها مره اخرى طبيعة الحال كما تريد منه. اذا ثم بعد ذلك ننتقل الى الخيار الاخر تكست، إذا أردت أن تكتب يعني تكست هنا كل ما عليك فعل أن تنقل هنا على Add Text، ثم تأتي وتبدأ يعني في الكتابة هنا كما سوف تلاحظ. مثلا ثم تختار الخط ثم يعني الحجم الخط، هل تريد حجمه كبير صغير يعني على حسب ما تختاره أنت، ثم الكلر أو اللون. طبعا هذه أمور بسيطة، وبعد ذلك بعد أن تتأكد من أنها تنقل هنا على Add Text وسيصبح التكست موجودا عندك هنا، بإمكانك أن تكبره أو تجعله في أي شكل تحركه كما تشاء، تغير اللون الفيلة أو الفيلين يعني تظهر يعني كما تلاحظون يظهر وكأنه يعني مكتوب بشكل شفاف على الصورة من هنا بهذا الشكل يعني بسهولة تامة. حتى لا نطيل في الشرح هذه أشياء بسيطة فقط، وننتقل إلى الفريم. بالنسبة للفريم شيء رائع أيضا، بإمكانك يعني كأنك ستعمل عفوا تقوم بعمل إطار للصورة، إذا أردت أن تعمل إطار للصورة مع إضافة مجموعة من المؤثرات لها كما تلاحظون مجموعة من الإطارات الجميلة والرائعة بإمكانكم عملها للصورة التي تريدون. ننتقل إلى عندك السيمبل وعندك فانتازي من هنا أو فانتازي من هنا، أو بطبيعة الحال ستجد فيها مؤثرات أكبر وأكثر وبألوان وسمايلات وأشياء رائعة. ننتقل إلى شيء آخر وهو الإفكت. الإفكت عندنا فيه أشياء بسيطة، فقط تختار الإفكت الذي تريد تطبيقه ثم هكذا وسيتم تطبيقه مباشرة على الصورة التي تريد. تختار الإفكت، وكل إفكت فيه مجموعة من الألوان والأشكال، كل إفكت من بين يعني التأثيرات الموجودة هنا له ألوان وأشكال متعددة فقط، هذه هي طبيعته. هنا عندنا لتكبير الصورة وتصغيرها، هنا أيضا بالنسبة عندنا شيء مهم آخر كما قلت لك هنا للرجوع إلى الوراء وتصحيح الأخطاء إذا ارتكبت أي أخطاء. هنا الاوريجينال الرجوع الى الصوره بشكلها الطبيعي ومحو جميع التعديلات.
هنا في الأسفل الحجم الخاص بالصورة، ويعني اللي هي جي بي جي أو على حسب الامتداد الخاص بالصورة. أخيرا ننتقل إلى الرتوش. الرتوش أيضا في مجموعة من الأشياء الجميلة التي بإمكانك إضافتها على الصورة، كما تلاحظ جعل الصورة يعني إضاءة كثيرة والألوان يعني أقل، وعمل مجموعة من التعديلات. طبعا هل هذه الخاصة عفوا بالعين، إذا أردت عمل تعديلات على العين، هنا على الفم، إذا أردت عمل تعديلات على الفم ستأتي تأخذ مثلا هذه ثم تذهب نحو الفم وستقوم بالتعديل عليه، ربما لا تظهر لأن هنا هذا النمر في الصورة، ولكن إذا كان هناك إنسان ستظهر التعديلات بشكل أكبر. بإمكانك رفع درجة الألوان وتخفيضها من هنا. طبعا الحال هذه أشياء كما تلاحظون بإمكانك زيادة الألوان، هذه معدات خاصة بتجميل الصور، إذا أردت يعني تجميل صورة ما بإمكانك عملها من هنا. هنا مجموعة أيضا من التعديلات المهمة، هذه كلها خاصة بالتجميل كما هنا منها ما هو موجود في الفوتوشوب. على كل حال، ثم أخيرا وأهم شيء، إذا أردت مثلا حفظ الصورة مثلا، هناك أيضا مكبرة بإمكانك عمل تكبير لشيء ما، فقط تأتي وتبقى تنقر عليه ثم يقوم بتكبيره من خلال الصورة. نترككم لكي تكتشفوا كل هذه الأشياء. أخيرا وأهم شيء هو السيف لحفظ الصورة، تأتي هنا في الأعلى ستجد سيف لحفظ العمل. هنا عندك ريبليس أوريجينال فوتو، هل تريد أن يقوم باستبداله الصورة الأصلية بما عدلته، أم أنه يقوم بحفظها فقط كصورة جديدة ويترك الصورة الأصلية؟ هنا هل تريد حفظها جي ان جي جي بي جي عفوا بي ان جي بي ام بي، تختار الصيغة والكواليتي، أيضا ما هي الكواليتي، ترفع الكواليتي إلى أقصى حد أو تخفض الكواليتي إلى أقصى حد بإمكانك، أو تجعلها في نسبة وسط أو ما تحبه أنت. ثم بعد ذلك ستأتي معك سيف بإمكانك حفظها أو مشاركتها مباشرة على الفيسبوك أو على تويتر، أو تنقر هنا على سيف، أوبن ذا فولدر أو إيديت الناظر، نقوم بعمل إيديت لصورة أخرى، أو بإمكانك الإبقاء على هذه الصورة. إذا هذا هو برنامج بوميلو، يعني بوميلو عفوا، هذه النسخة فقط، يعني ستكون هناك عليها إضافات أخرى لأن سينزل قريبا على حسب ما هو موجود في الموقع، سينزل هناك تحديث جديد للبرنامج، والبرنامج دائما ينزل تحديثات وإضافات بسيطة وسهلة خاصة للمبتدئين. إذا نتمنى أن يكون البرنامج مفيدا، إذا نال إعجابكم، إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك، الضغط على زر سبسكرايب للاستفادة من الفيديوهات اليومية. تابعتنا على المدونة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.